مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي. اذا ما عملتوا سبسكرايب لهذه القناه اعملوا الان، فعلوا جرس التنبيهات، واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقه والفيديوهات الجايه. ويلا نروح. مرحبا اهلا وسهلا فيكم والسلام بالجميع. اليوم بدنا نعمل انبوكسنج لواحد اثنين صندوقين، يوم ثلاث شغلات. خلينا نبدأ مع بعض ونشوف ثلاث شغلات. صراحة نجربهم، خلينا نشوف شو في بهذا. أوكي. هذا البوكس فيه شغلتين أساسيات. الشغلة الأولى هاي هون شغلتين. الشغلة الأولى خلينا نحكي عنها اللي هي هاي، منظر غريب جدا لكن نشوف شو هي. أوكي. هدول عبارة عن اثنين، هدول سكيورتي لوك للدورز. هدول يعتبروا أفضل لوك عشان الباب. صراحة أنا واحد صاحبي قال لي عنهم. كيف بفتح؟ بيجي معهم طبعا، هم اثنين بيجوا، وبيجي معهم البراغي، وبيجي معهم الكتيب. كيف نركبهم؟ تركيبهم شوية صعب، لكن الكل بيحكي انه لازم البيت نحط. طبعا احنا عندنا بابين فهنحطه مع البواب بحيث انه ما يقدر حدا يكسر الباب برجله. الشغلة الثانية اللي هي هذا البوكس اللي هو سباينال ريست. هذا هو سباينال بيلت. خليني احكي لكم شو هذا. طبعا اللي عنده وجع في الظهر معظمنا يعني يبصر شو هاي، في هذا البيلت. هذا البيلت اوكي بنحط حوالين ال شو اسمه الظهر والبطن. وهون زي ما انتم شايفين بيجي معاه زي منفاخ، بنفخ عادي، منفاخ عادي. لاحظوا هلا، لاحظوا معي شو بدي يصير. ملاحظين هدول؟ طبعا انا مش ملاحظ حاجة، ولا انا غلطان بال اي بومبا. اوكي بينت. اذا انتبهتوا هذه صارت اكبر، فبالتالي بتخفف الضغط عن فقرات الظهر وبتشددها، وبالتالي بخف الضغط عن الظهر، وهذا بخليك توقف بطريقة مستقيمة. وطبعا في النهاية زي ما شايفين الهواء كله عم بنزل. هذه حنجربها وهي مهمة جدا. اتوقع شفتها بالتلفزيون صراحة، ما بعرف، هذه اعتقد اكستنشن عشان تكبر البيلت نفسها. لكن يعني هاي شغلة، اللي بعاني آلام الظهر كل بيعرف شو معنى آلام الظهر، الله لا يورجيها لحدا، لكنها ان شاء الله تكون كويسة. طبعا هذا بيعتمد على الاستخدام. الشغلة الأخيرة هذا يا جماعة مساجرز. قبل ما نفتح هذا المساجرز خليني احكي لكم شغلة مهمة. احنا عملنا قبل هيك عن مساجرز وللأسف كان اغلى من هذا كتير. هذا سعره 100 وإشي، 110 دولار، ولكن كان هذاك سيء جدا، يعني توقف استخدامه او خرب بعد اقل من اسبوع من استخدامه. الحمد لله في عندنا بوليسي ممكن ترجع، فاضطرينا نرجعه. خلينا نشوف هذا المساجرز.
هذا من شركة اسمها تون كيور. يجي حلو بوكس حلو هيك. هذا هو المساجر، طبعا بيجي مع شاحن وبيجي مع ست رؤوس. هذا الرأس حجم مش صغير. هذا الأون وأوف فون، هاي ضوء زي ما انتم شايفين على السريع بيجي بصير نقويها شوية. هذا السبيد وبتقدر تتحكم في واو 30 سبيد. او ماي جاد عن جد قوي. في 30 سرعة بتقدر تتحكم بالوقت اللي ضايل او هذا وقت البطارية. طبعا عدة اشكال. وهذا هون الشرح تبعه الكتالوج. مشكلتهم هدول ما بتقدر تحرك الظهر، ما بتقدر تحرك الزاوية، فلازم واحد يسوي لك الظهر. بس كتير حلو واو، انا بحب هدول المساجات. هذا اوكي. فانيوي هدول الشغلات اللي شرناهم اليوم حبينا نعمل معهم عليهم ريفيو لكم وتشوفوهم معنا. ان شاء الله نشوفكم في حلقات اخرى. اذا شفتوا السبسكرايب سبسكرايبوا، اذا شفتوا الشير شيروا، اذا شفتوا اللايك ليكوا، وضلكم معنا دائما واعملوا تفعيل لجرس التنبيهات عشان تشوفونا في الحلقات القادمة. سلام للجميع. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.